ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عرف شاطئ عين دياب صباح اليوم الخميس توافد العشرات إن لم نقل المئات من المواطنين عليه من أجل استنشاق الهواء النقي وممارسة الرياضة مباشرة بعدما تم الإعلان عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي من طرف السلطات المغربية. وحسب ما تم معاينته فإن العشرات من المواطنين قصدوا شاطئ عين دياب من الساعة 7 صباحا من أجل ممارسة الرياضة المفضلة لديهم من قبيل المشي، ومنهم من فضل السباحة في احترام تام للضوابط التي وضعتها السلطات المغربية. وتم ملاحظة تواجد العناصر الأمنية بكثافة بكورنيش عين دياب من أجل مراقبة الأوضاع، بحيث تمت الاستعانة بجميع الفرق الأمنية من أجل ضبط ومراقبة الشاطئ. ومن بين الأمور التي لفتت انتباه المواطنين هو نفوق عدد كبير من الزواحف البحرية من قبيل السلاحف. Thank you.
نسمعنا هذا هو لاكورنيش ديال شاطئ عين دياب. الناس في الصباح كتقوم بالرياضة، اللي شحال هادي ما قامت فيها في هاد الشاطئ هذا بالضبط، اللي معروف ان الناس كيجيو يتريضو فيه في الصباح. كما شفتوا معنا مشاهدي اليوم 24، كانت هذه الأجواء في شاطئ عين دياب الدار البيضاء في أولى أيام رفع الحجر الصحي اللي كيشمل المناطق المصنفة في المنطقة واحد. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي، إلى اللقاء.